الو، اتفضل. الو، اهلا وسهلا. حضرتك شيعي؟ شيعي. طب اتفضل، هل المهدي معصوم الان؟ المهدي، المهدي معصوم طبعا. معصوم ليه؟ هو من الائمه الاثنى عشر. معصوم هو ليه؟ معصوم الله معصوم سبحانه ليه؟ وتعالى، لانه امام. ماشي، ما فيش مشكله، لانه امام. وهو دلوقتي امام ليه؟ هو إمام، راح هو آخر الأئمة. يا أستاذ، هو إمام ليه؟ الله يعني هو سبحانه إمام وتعالى، لقب بس، اسم بس، يعني حبر على ورق زي ما بنقول، إيه، حبر على ورق بس. أهله كانوا أئمة يا ومعصومين أستاذ، يا وأجداده. أستاذ، يا أستاذ، هو حبر على ورق، يعني مجرد إن هو اسمه إمام، زي ما أنت اسمك علي، فهو اسمه إمام. ولا الإمامة دي شو لابد عرفت أن أنا اسمي علي؟ تنفس في الأرض؟ الإمام الله سبحانه وتعالى، عندنا شيوخ روح ناظرهم. لا حول ولا قوة إلا بالله. ليش ما تناظر الشيوخ؟ إيه، روح أقول لهم ليش الإمام ليش ما إيه؟ ليش إيه؟ محصوم؟ ليش إيه؟ بتقول ليش إيه؟ ليش ما تناظر لك شيخ شيعي يا حاج، أنا بدل ما بقالي، إحنا فهمنا عقدنا؟ بقالنا شهر دلوقتي بنقول يا جماعة عندنا مناظرة مع أمير القرايشي، فلو سمحتوا تحتحوه شوية، زقوه من ظهره عشان يقبل المناظرة في الموضوع اللي هو اصلا الإفطار. امير القريشي، في الموضوع اللي امير هو الإفطار. القريشي احنا ما نحبه. امير القريشي احنا ما نحبه، لانه يسب، واللي طب سب ماشي، احنا ما طب مين نحبه، عندك لانه يناظر؟ يعني مين عندك يناظر؟ بتحب مين حضرتك؟ أنت بتحب مين؟ لا، عندنا وايد بالعراق يقدر الشيعة ماشي، أنا إيدي على يقدروا كتفك يا ينظرونا. سيدي، أنت راجل محترم، راجل طيب شكلك كده، فأنا إيدي على كتفك، إيدي على كتفك، اختار لي أي واحد عندكم شيخ كده أنت شايف إن هو مشهور وإنسان كويس وإنسان على قدر المناظرة، وأنا ناظره، مفيش مشكلة، حتى لو ما كانش مشهور يا سيدي، لو أنت شايف شو حد شو كويس شو كده قولي عنده علم اتفضل. شيخنا شيخنا اتفضل. شيخنا انا ذول القدون على اليوتيوب، على اليوتيوب ذول مثل قريشي والامير ذاك اللي يسبون، ما احترم بيهم. نعم، كلهم شوية نصابين، أنا ما فاهم نحترم والله، بيهم اللي سب. ها، كلهم شوية نصابين، أنا عارف والله. لحظة، وانت سبحانه وتعالى الدين هسه احنا المسلمين، حتى الرسول سبحانه وتعالى حتى اذا يمه مسلم وكان يشرب، قبل كان يجلدون اللي يشربون، كان ما يرضى حد شو اسمه يغلط عليهم ان ويكفرهم، شاء صح الله. ولا لا؟ بس ما يقال النبي سبحانه وتعالى، كلمة سبحانه وتعالى تقال عن الله عز وجل، اما النبي صلى الله عليه واله وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه واله وسلم، لكن صلى لا الله يقال عليه وسلم. سبحانه صحيح، وتعالى. طني خاني خاني نساني، صحيح ما خاني يهمكش حاجة، نساني ما طني. يهمكش حاجة، انت راجل طيب، ما يهمكش حاجة. اي، فاحنا عندنا هاي، ففي شيعة وايد حمي يتابعونه، فانت من يدخل لك شيعي، اذا واحد دخل لك قال لك انا مسلم، ما تحب تناظره؟ ليش؟ اقول لك ليه؟ لانه بيضحك عليا. يعني المسلم، لا لا لا، ما هو بضحك بيضحك عليك عليا، هو انا بيبقى والله. شيعي بس خايف يقول انه شيعي. هي اصل الحياه يا شيخنا، ما دام شيعي وسني، احنا كنا نقول محمد رسول الله، صح لو لا؟ كلنا بنقول محمد رسول الله، بس للاسف الشديد في ناس بتفرق ما بيننا، في ناس بتتكلم في الصحاح، صحيح، بتتكلم في امهات المؤمنين، وبتفرق صحيح. ما بيننا كمسلمين، فانا حربي كلها على الناس السبابه الشتامه. اوكي، ما دام انت حربك على السبابه، قول انا حربي، حط 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 برقم تليفون، لا تقول تليفون الشيعه، قول تليفون السبابه الشتامه، ماشي، لانه مفيش في مشكله. طب وانت انت، اللي طب لو يسبون انا عند كتبت الشيعه، عليه، معلش، لو اللي انا يسبون كتبت عند عليه الشيعه. تليفون السبابه الشتامه، وانت حضرتك راجل محترم اتصلت، هتبقى سباب شتام؟ ما ينفعش. لا انا، لا، فانا كتبت عليه فيدقوا الشيعه عليك اللي بيسب الشتامه. بنرد عليه، الراجل المحترم اللي بيخش محترم زيك بنحترمه كمان ونحطه فوق راسنا. وانت حما يا شيخ، ما قاعد تسب وهاي، بس انا في عندنا غلط، صح انت كلامك صحيح، في قلنا ليش؟ تعالوا يا جماعه قولوا لي ليش الامام المهدي محصوم؟ ليش عندكم المتعه حلال؟ تعال ناظروني،
طب والله بنقول بس هو الخلاف بنقول انا وكلتك عني. بص يا استاذ انا وكلتك عني ان انت تجيب لنا شيخ محترم اسم شيخ محترم وتيجي تتصل وتقول الشيخ الفلاني رضى ان هو يناظرك يا وليد او قبل المناظره في الموضوع اللي هو اختاره، كمان في الموضوع اللي هو اختاره. مو مشكله خلاص هستناك ان شاء الله، بس عشان وقت البرنامج هستناك ان شاء الله. خلاص وكلتك عني انا، شكرا ليك، ممنون ليك يا استاذ، انت راجل محترم وطيب، شكرا ليك.